عاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الى ارض الوطن هذا اليوم، قادما من دولة الامارات العربية المتحدة بعد زيارة التقى خلالها باخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، واخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وجرى خلال اللقاءات استعراض اواصر العلاقات الاخويه المتميزه والروابط التاريخيه الوثيقه وسبل تعزيز وتنميه مجالات التعاون والتنسيق الوطيد والعمل المشترك البناء بين البلدين الشقيقين رافقت صاحب الجلاله السلامه في الحل والترحال